عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. بن وديمة هذا التوقيت أول مرة يتسجل في هذا الميدان في ميدان بوسمرة، بالفعل توقيت مميز، تهانينا والناموس للجميع، وأيضا نتواصل معاكم بانطلاقة شوط جديد، شوطا جديد من أشواطنا المستمرة، الشوط التاسع بمجموع هذه الأشواط. شوطنا التاسع يحمل فئة الشوط التاسع يحمل فئة الأبكار المحليات الأصايل. أيضا تعرفنا على المركز الخامس في الشوط الماضي، كان صاحب المركز الخامس اللي هو أيضا الأسد مبارك بن عوض بالكيلة العامري، وصلنا في المركز الخامس بالشوط الماضي، تهانينا والناموس. نسير مع شوطا جديد من أشواطنا، من أيضا أشواطنا المستمرة، الشوط التاسع ويحمل فئة الأبكار المحليات. ننطلق نتابع صدارة هذا الشوط، نتابع هذه الأسماء. هنالك على المركز الأول شعار مغير بن سالم العميمي يقدم لنا هذا الاسم، يقدم لنا أمانه ناصر بن مغير بن سالم العميمي. بينما المركز الثاني، نتابع المركز الثاني بهذه اللحظات، يتقدم شعار مسلم بن سهيل بن حمرور العامري، يقدم شواهين. بينما المركز الثالث هملولة حمد بن خويتم بن بخيت العامري، والمركز الرابع غزلان ضاحي بن جمعة بن سعيد العميمي، والمركز الخامس خامس التحديات والمسارات. تتقدم بهذه اللحظات اللي هي ولع هادي بن أحمد بن حسن بالثيمة العامري، يقدم ولع. بينما المركز السادس شعار بن مطوع من الجانب الآخر، شعار هذا شعار بن شمال الظاهري، بنحاول هنا شخصية سيف بن مطوع بن شمال الظاهري. بينما المركز السادس وصلت الشكلة عتيق بن عوض بن زيتون المهيري. بينما المركز السابع هنالك مع سابع الأسماء الدرعية مبارك بن أحمد بن عيسوب المهيري، حاضرا مع الدرعية في المركز السابع. وتدخلت العابرة علي بن محمد بن قناص العامري مع المركز الثامن. المركز التاسع وصلت الوثبة علي بن سالم بن علي الوهيبي. والمركز العاشر هنالك مع عاشر الأسماء، هذه من حاف محمد بن سالم بالحوته العامري. هذه النتيجة، نداءنا الأول للعشرة الأسماء الأولى، للعشرة الشعارات الأولى المنطلقة هنا بهذا الصباح بهذا الشوط. ركز هنا يا مصورنا، تابع مع هذه الشعارات، تابع شعارات الخلف الكادر الإعلامي، وعود إلى الصدارة. هملولة على مقدمة الشوط، حمد بن خويتم بن بخيت العامري من يقدم لنا هملولة، والسلالة أيضا المرموقة سلالتي هملول. بينما المركز الثاني بدأ التغيير من في هذه اللحظات من شواهين مسلم بن سهيل بن حمد بن حمرول العامري، بدأ بالتسلل مع شواهين بهذه اللحظات، تقود الأسماء، تقود الشعارات على مقدمة الشوط، تقود الأسماء. ركز يا أبو سهيل، أهالي زاخر وأهالي بوسمرة يطالبونك بالسلام، يطالبونك بالناموس. بينما أهالي الرميلة من الجانب الآخر يقدمون أمانة ناصر بن مغير بن سالم العميمي. ركز يا أبو ناصر مغير بن ناصر بن مغير العميمي، من يتابع أمانة بهذا الشوط يتابعها متابعة مميزة. بينما المركز الثالث هملولة حمد بن خويتم بن بخيت العامري،
المركز الرابع هنا الوثبة 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 وترقص على ميدان بوسمرة. أحد أفرع ميادين الوثبة بالفعل هذه بشعار علي بن سالم بن علي الوهيبي. بينما نقلتنا إلى المركز الخامس الشاهينية غزلان غزلان مع خامس الأسماء ضاحي بن جمعة بن سعيد العميمي أهالي المسعودي حاضرين. بينما وصلوا أهالي منازف وصلت الشكلة عتيق بن عوض بن عتيق بن زيتون المهيري. ركز يا أبو حمد عوض بن زيتون من يتابع الشكلة بهذا المسار. بينما المركز السابع ولع مع المركز السابع ولع هادي بن أحمد بن حسن بالثيمة العامري غادم يقدم ولع على سابع الأسماء. المركز الثامن غيرت من الجانب الآخر أرصاد أرصد أرصاد أرصد يا أسعد تابع اللي وصلت وتدخلت أول إذاعة لأرصاد راشد بن حمد بن مرزوق المحرمي. بينما المركز التاسع أيضا تاسع الأسماء من الجانب الآخر العابرة علي بن محمد بن قناص العامري. المركز العاشر وصلت هنا الغادمة من حاف محمد بن سالم بالحوت العامري. وصلت الشعارات وصلت الناصرية خالد بن أحمد بن علي البلوشي. خلاص نكتفي بالعشر المراكز الأولى بالعشر الشعارات الأولى. نعود إلى الصدارة نعود إلى المركز الأول نعود إلى شواهين مسلم بن سهيل بن حمد بن حمرور العامري يقدم لنا شواهين على بداية الشوط وهي الغائدة بالفعل وهو الغائد لشواهين بالفعل مع هذا الانطلاق. وأهالي الرميلة مع أمانة أمانة من الجانب الآخر بشعار ناصر بن مغير بن سالم العميمي يقدم لنا أمانة. بدأت تغير إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول والصدارة. هنا تقود الأسماء تقود الشعارات على بداية الشوط هنا مع هذا الانطلاق. ركز 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 يا مغير يا بن ناصر يا بن مغير ركز مع هذا الانطلاق. بينما المركز الثاني شواهين مسلم بن سهيل بن حمرور. المركز الثالث وصلت هنا هملولة حمد بن خويتم العامري. والمركز الرابع تقدمت فيه الوثبة علي بن سالم الوهيبي. المركز الخامس وصلت أرصاد شعار ضاري شعار ضاري راشد بن حمد بن مرزوق المحرمي. هنا غادمة بهذا الشوط. ركز ركز يا أبو حمد وركز يا أبو راشد حمد بن مرزوق أيضا هنا من يتواجد مع هذا الانطلاق. هنا مع هذا الرقص نعود إلى الصدارة نعود إلى المركز الأول. هنالك أيضا شواهين مسلم بن سهيل بن حمرور العامري. هنا من يقدم وأمانة أمانة ناصر بن مغير بن سالم العميمي بدأ مع أمانة بهذا الشوط الكيلو الأخير كيلو الخطير يا مضمرين كيلو التحديات. بدأت المعركة بدأت بدأ هنا الصراع. الله 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 الرباعية والثلاثية مع هذا الانطلاق. أمانة هي الغايدة أمانة في البداية ناصر بن مغير بن سالم العميمي. بينما المركز الثاني تتقدم الوثبة علي بن سالم بن علي الوهيبي الوهيبي من يقدم لنا أيضا الوثبة الوثبة. والبداية مع أمانة الشعارات غادمة. شعار بن وديمة محمد بن سهيل بن وديمة العامري يقدم حربة ولكن خلاص الرميلة 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 مع أمانة ناصر بن مغير بن سالم العميمي. ما فيك حيلة هنا يا بن حارب ما فيك حيلة. الرميلة السلام مشكور يا أبو مغير ناصر بن مغير بن سالم ناصر بن مغير وأيضا مغير بن ناصر بن مغير من يتابع هذا الأداء. واحد من الشباب المضمرين سلام الرميلة سلام سلام بو سمرة سلام تهانية والناموس. المركز الثاني الوثبة علي بن سالم الوهيبي. المركز الثالث شواهين بشعار مسلم بن سهيل بن حمرون العامري. المركز الرابع
وصلتنا مع رابع الأسماء أيضا اللي وصلت مع المركز الرابع أيضا مشاهدينا الكرام. المركز الرابع الحربة محمد بن سهيل بن وديمة العامري. المركز الخامس أرصاد راشد بن حمد بن مرزوق المحرمي. هكذا إذا مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني 9 دقائق و22 ثانية و40 جزء من الثانية سجلت معنا.